السلام عليكم. فيديو عايز اتكلم عن انواع مختلفه من البادنج نحتاج نعملها عشان نعمل انواع مختلفه من الكونفوليوشن. فمثلا في قبل كده كنا اتكلمنا عن نوع من انواع الكونفوليوشن اسمه السيم كونفوليوشن، وده كان هدفه ان هو يطلع ايمج او فيتشر ماب السايز بتاعها هو نفس السايز بتاع الايمج الاصليه. وعرفنا ازاي بنعمله من خلال المعادله اللي احنا طلعناها بافتراض ان حجم الفلتر اود. طيب عندنا نوع تاني من الكونفوليوشن اسمه الفاليد كونفوليوشن، والفاليد كونفوليوشن هو بكل بساطه كونفوليوشن من غير بادنج خالص اللي هو بيصغر الايمج. فلو انت ما حطيتش بادنج خالص يبقى انت بتعمل فاليد كونفوليوشن، وده بيطلع ايمج اصغر من الايمج الاصليه او فيتشر ماب اصغر من الايمج الاصليه. عندنا نوع ثالث من الكونفوليوشن اسمه الفول كونفوليوشن، والراجل ده بيطلع ايمج اكبر من الايمج الاصليه. طب ده بيشتغل ازاي؟ تعال نتخيل احنا عندنا ايمج كده 4 في 4 وعندي فلتر 3 في 3. الفول كونفوليوشن بيقول لك انت لازم تعمل بادنج بحيث ان لو اي اليمنت في الفلتر لمس اي اليمنت في الصوره ينفع تعمل كونفوليوشن. بمعنى انت لو جيت هنا كده مثلا، تعال نشوف الكورنر ده، لو جيت اعمل كونفوليوشن كده الاليمنت ده لامس الاليمنت اللي تحته في الايمج، ولو انا مش عامل بادنج مش هعرف اعمل كونفوليوشن كده، صح؟ فالفول كونفوليوشن بيقول لك لازم تخلي ده ينفع، وبالتالي انا مضطر احط اثنين روز هنا، احط اثنين روز في بيكسلز، ونفس الكلام اثنين روز في بيكسلز هنا. طيب لو انا عايز اعمل كده كده لو حطيت اثنين روز هيشتغل، هلاقي ان المشاكل عندي في الاركان، يعني لو جيت في الركن ده هلاقي ان انا مضطر برضه ازود اثنين روز فوق واثنين روز هنا، وهنا يبقى اثنين روز واثنين روز، وهنا اثنين روز واثنين روز. فانا هلاقي ان في الحاله دي انا محتاج ازود بادنج باثنين عشان اعرف اعمل الفول كونفوليوشن اللي انا عايز اعمله. طيب دلوقتي لو جيت اعوض حتى في المعادله دي على طول هلاقي ان انا الايمج كانت 4 في 4 صح؟ بعد بادنج باثنين هزود 2 هنا و2 هنا هتبقى 8 في 8، فده هيطلع لي ايمج نعوض كده هنا ب 8 ناقص اف 3 بلس 1، 8 ناقص 3 كام؟ 5، اديك حاجه 6 في 6. فالايمج الاصليه كانت 4 في 4 والفول كونفوليوشن طلع لي ايمج 6 في 6. طيب فدي اول حاجه كنت عايز اتكلم عنها. تاني حاجه كنت عايز اتكلم عنها ان احنا ايه اللي هيحصل لو استخدمنا فلترز مش 3 في 3، مش اود في اود. يعني تعال نجرب كده نفس الايمج دي كده ونستخدم معاها فلتر تاني 2 في 2 زي ده، وتخيل ان انا عايز اعمل سيم كونفوليوشن. ساعتها هلاقي ان انا ممكن احط الفلتر ده هنا ماشي، وبعدين احطه هنا وبعدين احطه هنا، لحظه كده حطيته هنا وبعدين احطه هنا وبعدين احطه هنا، بس انا عايز سيم كونفوليوشن، وبالتالي عايز يكون عندي اربع حاجات صح؟ انا عايز اطلع الصوره النهائيه 4 في 4 برضو، فانا كده عملت 3. هلاقي ان انا ممكن ازود بادنج واحد بس هنا، لو زودت كمان بادنج على الشمال بس على اليمين بس كده هعرف اعمل فول كونفوليوشن. نفس الكلام انا بادئ هنا هعرف اعمل سيم كونفوليوشن. لو نفس الكلام هنا مشيت هنا وهنا وهنا هلاقي ان انا لو زودت كمان واحده هعرف اعمل سيم كونفوليوشن. فانت هتلاحظ ان لو الفلتر بتاعك مش اود هتلاقي انك محتاج تضيف بادنج بشكل مش سيمتريك. ممكن تضيف بادنج هنا بس كده وتضيف بادنج هنا، وساعتها هتبقى الصوره بتاعتك كام؟ يعني زودت ناحيه واحده هتبقى 5 في 5 ماشي. وطبعا كان ممكن تزود البادنجز الناحيه الثانيه وفوق لو عايز، يعني انت ممكن تزود بادنج في اي حته، بس الفكره ان انت مش بتزود البادنج بشكل سيمتريك، وده شيء سخيف شويه في الفلترز اللي هي مش اود، عشان كده الناس كده بتستخدم اود فلتر 3 3 5 5 7 7 وهكذا. طيب لو انت عايز تعمل فول كونفوليوشن بالفلتر ده هتلاقي ان انت برده ممكن الراجل ده يجي هنا بيتحط هنا، ساعتها محتاج تعمل بادنج بقى فوق وتعمل بادنج هنا بمقدار واحد، هتلاقي انك بتعمل بادنج كده وكده وكده وكده، وبرده لو حطيت الفلتر ده هنا هتلاقي انك محتاج تعمل بادنج، فتعمل بادنج في كل الاتجاهات، ساعتها هتعمل بادنج في كل حته يعني كده، وبعدين تعمل الفول كونفوليوشن بتاعك هتعرف تيجي ده كده وتشوف هيطلع كام واحد وتحسبها وتشوف تمام.